فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. شعب الإمام باب في الصلوات فضل الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي رواية: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية: إن يوم الجمعة سيد الأيام هو سيد الأيام، يعني يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفي خمس خصال: خلق الله في آدم، وفي أهبط الله آدم إلى الأرض، وفي توفى الله آدم، وفي ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه، ما لم يسأل حراما، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحر إلا وهم يشفقون من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. وعن سعد بن عبادة أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، أخبرنا عن يوم الجمعة. قال: فيه خمس خصال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفي توفى الله آدم، وفي ساعة لا يسأل الله العبد فيها إلا أتاه، ما لم يسأل مأثما أو قطعة رحم، وفي تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبال ولا بحر إلا هم مشفقون من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. المشرفون يضعون المتون هنا لو سمحت. يوم الجمعة يوم مبارك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. هو سيد الأيام، هو أفضل أيام الأسبوع، والله جل وعلا هدانا له وأضل اليهود والنصارى عنه. فحق على أهل الإسلام أن يتخذوا هذا اليوم عيدا، لا سيما وقد أنزل الله في هذا اليوم العظيم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن خيرية هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلق آدم في هذا اليوم، قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فالساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل هذا اليوم وأن الساعة ستقوم في يوم الجمعة. لذلك كل الخلائق مصغية إلا من أصابتهم الغفلة من الجن والإنس، مع أن الساعة مبهمة، لكن علم اليوم الذي تقوم فيه الساعة وهو يوم الجمعة. أي يوم من أيام الجمعة الله أعلم. لذلك كل الخلائق كما قلت تكون مصغية يوم الجمعة خشية أن يكون هذا اليوم هو يوم قيام الساعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفيها عظيم فعل الله جل في علاه بخلق آدم وإدخاله الجنة وإخراج من الجنة وإهباطه إلى الأرض. نعم. ولذلك قال النبي يعني في هذا اليوم العظيم قال: فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي. وهذه الساعة على خلاف من العلماء أنها يعني على أقوال كثيرة، لكن الصحيح أنها دوارة، الصحيح أنها دوارة، لكنها كما قال علماؤنا وهي دوارة، فهي أرجى ساعتين الاستجابة فيهما هي ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، هذه ساعة يجاب فيها الداعي، أو الساعة التي هي أرجى منها وهي عندما يكون قبل المغيب وهو في المسجد ينتظر الصلاة. فهذه الساعة كما قال عبد الله بن سلام، ولما سأل أبو هريرة أنه يصلي فيها قال: المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا أيضا يكون في يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم مهيب، يوم فيه الخير الكبير، يوم يستجاب فيه الدعاء، يوم يتقرب فيه
المكلف إلى رب السماء. فهذا يوم عظيم على الإنسان أن يستغل هذا الفضل في هذا اليوم حفظا وشكرا لله جل في علاه. وقال يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظم الأيام عند الله جل في علاه، أفضل من يوم الفطر ويوم الأضحى، فهو عيد فوق هذه الأعياد، ولأنه متكرر في كل أسبوع، وفيه عظيم خلق الله جل في علاه. خلق فيه آدم وأهبط الله آدم إلى الأرض، وفيه طوف الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا. وهذه معناها أن التعدي في الدعاء يسقط الدعاء، التعدي في الدعاء يسقط الدعاء. ولذلك قال: ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحر إلا وهم يشفقون من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. وهذه فيها دلالة كما قلت على التأكيد من أن قيام الساعة يكون في يوم الجمعة، لكن أي جمعة لا يعلم أحد مرساها بحال من الأحوال. ولذلك أنت ترى الجن والإنس في غفلة عظيمة، لكن أهل السماوات والأراضين والبحار والأنهار حتى الشجر والثمار الكل يترقب في يوم الجمعة أن تقوم الساعة، يخشى أن تكون هذه هي الساعة. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا ويثبت الخير فينا وبنا ومعنا ولنا، وأن يجعلنا من الصالحين والصادقين والعالمين والعاملين، وأن يجعلنا من المستعدين للقائه سبحانه جل في علاه، وأن يجعلنا من أشد الناس حرصا على رضائه، ويجعلنا من أعظم الناس تمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع راية توحيده، وأن نكون من أعظم الناس قمعا للبدعة وردءا للشرك وأهله. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: الإنسان أشد غفلة من الخلائق، لا يدري ما ينتظره، يغفر الله لنا. يوم الجمعة عيد المسلمين، يوم الجمعة عيد المسلمين. اللبيب من اعتنى بزاده عند يوم الرحيل، اللبيب من اعتنى بزاده عند يوم الرحيل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.